السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني إخواتي، أهلا وسهلا بكم في هذا الشرح الجديد والمتجدد من شروحات برامج الإنترنت على موقع المتخصص هو اشرح لي وفري سيرفر سيسكام اي بي تي. اليوم سوف نأتي إلى إدراج حل مشكل إدراج أتنس حساب أتنس في قنوات بإيميلات ثانية. في هذا الشرح الجديد سوف نقدم لكم كيفية حل مشكل ربط القنوات بنفس الأتنس بنفس حساب أتنس. أؤكد لكم بأن هذا الشرح هو شرح حصري على يوتيوب، بحثت كثيرا وكثيرا ولم أتوصل إلى أي حل لربط قنوات الجديدة بنفس الأدسنس نفس المشكل. يعني كل ما تفتح قناة جديدة يطلب منك يتم ارتباط وفتح أدسنس جديد خاص بتلك القناة بإيميل مخالف. يعني إن كانت لديك قناة وتملك إيميل وتريد أن تفتح قناة ثانية بإيميل ثاني وتريد تحقيق الدخل من القناتين على حساب واحد فلا تستطيع. اليوم أتيت لكم بهذا الحل وسأفصل لكم الشرح بالتفصيل في المستقبل. يمكنكم أن تربطوا حسابكم أتنس حساب واحد حتى لا يتم حظركم ومعاقبتكم من طرف جوجل أدسنس، لأنه من سياسته يجب امتلاك حساب أدسنس واحد فقط. سوف نقوم بحل هذه المشكلة وربط عدة قنوات على يوتيوب بعدة إيميلات لكل قناة إيميلها الخاص على يوتيوب بأدسنس واحد. الطريقة قمت بها وهي مجربة 100%. تابعوا الشرح معي جيدا حتى تتمكنوا من حل هذا المشكل على مدى المتخصص. إخواني أخواتي، لا تنسوا بالنقر على سبسكرايب للقناة حتى يصلكم كل جديد القناة. وإن أعجبكم الفيديو لا تنسوا بوضع لايك لنواصل الشرح التالي. كانت لدينا هذه القناة، طيب هذه القناة أنا أضع لها أدسنس هي مربوطة على الأدسنس التالي. هي مربوطة على أدسنس التالي، هي مربوطة على الأدسنس التالي ذو المواصفات التالية: عددات طيب نأتي إلى حق الدخول، ومن هنا نضيف رابط القناة بشرط يجب أن تكون القناة التي فتحتها ليست مرتبطة بأي حساب أتنس من قبل. أنا قمت بحذف حساب أتنس المستضاف على هذه القناة لربط القناة على الحساب أتنس الأول بها وبكل القنوات التابعة لها. طيب
عندما نقوم بربط القناة نضيف إيميل جديد ونضع له كمسؤول ونضعه كمسؤول على حساب أدسنس، سوف يرسل لنا بريد إلكتروني إلى البريد الإلكتروني الجديد، نقوم بالدخول إليه، يأتي لنا رابط، هذا الرابط يستخدم عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرورك على هذا البيب، على هذا البيب. طيب سوف نذهب إلى البيب الخاص بنا، وهذا هو 17/2/98/59، وهو نفسه 17/2/89. لهذا نسقط النافذة، تصفح، ننقر على هذا المتصفح، على هذا الرابط، حتى نقوم بقبول هذا الطلب. تم إثبات ملكية تسجيل الدخول إلى جوجل. يجب ألا يقل عمرك عن 18 عام. يجب أن تملك حسابا في قبول جوجل. حتى يمكننا من الدخول إلى جوجل أدسنس. والآن لقد تم دعوتك للانضمام في حساب أدسنس الذي يحمل الرقم التعريفي، وهو نفسه الحساب أدسنس الخاص بنا. يجب ألا يقل عمرك عن 18 عاما، وأن تتوفر على حساب جوجل مرتبط بعنوان بريد إلكتروني. سجل الدخول بصفتك. سوف نقوم بتسجيل الدخول إلى حساب أدسنس الجديد بالحساب الجديد، ثم نعود. تسجيل الدخول إلى أدسنس، يرجى اتباع الرابط التالي. يظهر لنا ندخل، بعد أن دخلنا في حساب تظهر لنا بعض الخطوات يجب اتباعها. جاري تحميل حساب أدسنس. تعريف على صفحتك الرئيسية الجديدة. أصبحت الصفحة الرئيسية أكثر ذكاء. طيب البدء في استعمال الخدمة. ها قد دخلنا إلى الحساب الجديد، قمنا بربط قمنا بربط الحساب بنجاح. ماذا يخبرنا؟ طيب هذا هو الحساب، وتم الربط بنجاح، وبنجاح كبير في أدسنس الجديد. نذهب طيب، والآن نذهب إلى القناة الخاصة بنا لإعادة ربط القناة بحساب الجديد في أدسنس. نذهب إلى القناة، نذهب أولا إلى مبدعي المحتوى، ثم إلى القناة، ثم إعادة ربط الحساب الذي قمت بتعطيله مسبقا، إعادة ربط الحساب أدسنس. كما تلاحظ لديك حاليا حساب أدسنس التاني مقتل. هذا هو رقم الحساب الأول الذي قمت بتغييره
بحبسه وبتوقيفه سوف نقوم بربطه بالحساب الذي يحمل هذا الرقم الناشر 200 الذي ينتهي ب 217. طيب نقوم ب نقر على تغيير حساب أدسنس تم تسجيلك الدخول حاليا باستخدام فريد زيدا. هل ترغب في استخدام حساب اشتراك أدسنس؟ ننقر على نعم. هذا هو الموقع الإلكتروني. لغة المحتوى نتركها عربية مثلا. قبول ارتباط. حالة الحساب نذهب إلى مراجعة الاقتران. لاحظوا قد تغير المعرف، أصبح في المعرف الجديد وهو الخاص بالقناة الأولى. لاحظوا وهي قناة المتخصص. نذهب إلى المعرف. معذرة، نذهب إلى معرف القناة. طيب تحقيق الدخل. ننقر على تحقيق الدخل. أعتذر، الإنترنت بطيء نوعا ما. مراجعة اقتران لبرنامج أدسنس. أو إعداد أدسنس. لاحظوا في قناة المتخصص. هذا هو المعرف. تاريخ اقتران في 2015. نرجع إلى القناة الجديدة التي قمت بإنشائها في 24 مارس 2017 بنفس المعرف. بهذه الطريقة نكون قد حللنا مشكل ربط قنوات يوتيوب. يمكنك أن تفتح عدة قنوات يوتيوب وتربطها بنفس القناة أو بنفس الأدسنس الأول بهذه الطريقة. نعجبك الشرح، لا تنسى بالنقر على سبسكرايب للقناة حتى يصلك كل جديد القناة. لايك للتشجيع، واتركوا أي استفسار أسفل هذا الفيديو. إلى هاتيكم الحين، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.